النهارده في كأس مصر ايضا مباراة كبيرة جدا جدا لنادي الزمالك امام المقاولون العرب. الزمالك يفوز 6-1 6-1 على المقاولون العرب. هدف اول لزيزو في الدقيقة 17. الاهداف امام حضراتكم هتبقى موجودة حالا. هدف من ضربة جزاء. اداء النهارده الزمالك كان فوق الممتاز، وهتكلم شوية على تفاصيل لا علاقة بالمدرب وامور فنية. يعني زيزو ضربة الجزاء، وبعد كده هدف تاني لزيزو، هدف رائع جدا، واحد من افضل اهداف زيزو هذا الموسم. هدف تاني في الدقيقة 40. بعدها بدقيقتين على طول بعد هذا الهدف الرائع لزيزو. انا بحب اهداف زيزو بصراحة. بص ذكي، لعيب ذكي، يعرف امتى يشوط في البعيدة، يعرف يشوط امتى في الضيقة. سيف الجزيري بعد كده سجل الهدف الثالث بعدها بدقيقتين فقط من هدف زيزو. خلص الشوط الأول 3-0، وفي هذا الشوط سجل سيف الجزيري أول أهدافه في المباراة. بدأ الشوط الثاني وسيف الجزيري قال لك أنا نازل أجيب الهاتريك. في الدقيقة 51 يعني بعد 6 دقائق من بداية الشوط سجل سيف الجزيري الهدف الرابع للزمالك والثاني لفريقه. بعد كده سيف، لا ده جول شيكابالا بقى، شوف الجمال. سيف صنع الهدف بتاع شيكابالا في الدقيقة 54. بص الحلاوة، بص الجمال. متعهد الأهداف الحلوة في الدوري المصري، متعهد الأهداف الحلوة في الكرة المصرية شيكابالا، فاهم؟ فتح معرض، معرض الأهداف الجميلة في الدوري المصري. عد كده كم هدف تاريخي في الدوري المصري، هتلاقي شيكابالا ليه جزء كبير من الأهداف التاريخية في الكرة المصرية. شيكابالا وأهدافه الجميلة الممتعة كالعادة. بعد كده سيف الجزيري سجل الهدف الخامس والهدف السادس، الهدف السادس والهاتريك لسيف الجزيري في الدقيقة 56. بعد كده فادي فريد سجل الهدف الوحيد للمقاولون العرب في الدقيقة 75 من خطأ من أحمد فتوح، في شوية يعني هدوء كده وتخاذل بعد بعد ضمان الفوز والنتيجة الكبيرة، بس تعدي ماشي الأمور دي، تعدي في الظروف اللي زي ديت. هدف لفادي فريد 6-1 للزمالك. بص بقى أوسوريو مدرب كبير. فاكر لما كنت بقول لك، مش عشان انا مش بقول لك الكلمتين دول عشان اقول لك ايه الواد كريم اللي فاهم قوي كل حاجه، لا لا. فاكر لما كنت بقول لك على مارسيل كولر ان هو مدرب كبير وهو بيخسر من صن داونز 5، وقلت لك انه مدرب كبير وهينجح نجاح باهر مع النادي الاهلي. أوسوريو لسه ما عملش اي حاجه، لسه ما عملش اي حاجه مع نادي الزمالك، بس المدرب اللي يعرف يحط بصمه بسرعه كده في الشكل والطريقه ومع نقص عددي كبير في الامكانيات واللاعبين المميزين، لسه الزمالك محتاج تدعيمات كبيره، فده مدرب كبير، فمحتاج ثقه كبيره من الاداره ومن الجماهير ومن اللاعبين ايضا. مدرب كبير واضح يعني، واضح، وعنده سي في محترم طبعا يعني، بس المدرب ده مع تدعيمات هيكسر الدنيا.